نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في أسيوط تم افتتاح معامل رصد بيئي ومتغيرات مناخية في مركز الفتح. أما في القليوبية فقد تم تنظيم مسيرة واحتفالية بالعيد القومي للمحافظة بتضم حوالي 1000 شاب. كمان في محافظة البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم 19 رحلة دولية. وفي محافظة المنيا تم تقديم الخدمات الطبية ل 1525 مواطن خلال قافلة طبية. تفاصيل أكثر هنعرفها معكم. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها إن محافظة أسيوط افتتحت معامل الرصد البيئي والمتغيرات المناخية بمركز الفتح في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصحي وطبقاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة. وبيقوم المعمل بدراسة بيئة العينات من المياه والهواء في نطاق المحافظة ورصد تركيز الملوثات البيئية. شهدت محافظة القليوبية تنظيم مسيرة شبابية نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، وانطلقت فعاليات المسيرة من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها وحتى ديوان عام المحافظة يتقدمها قيادات المحافظة وعلم مصر بطول 50 متر بيحمله أعضاء فرق الجوالة وحملة الأعلام والسواري. شارك في المسيرة 1000 شاب وفتاة من الطلائع وأعضاء مركز الفنون، وبتتضمن عروض للفرق الكشفية وفرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم وعروض فنية وشعبية. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 19 رحلة طيران دولية، من بين 152 رحلة بيستقبلها المطار بدأت من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة. وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. أكدت محافظة المنيا أن مديرية الصحة بتواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً. ونفذت مديرية الصحة قافلة طبية في قرية منبال بمركز مطاي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1525 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 385 أسرة من غير القادرين بقرى العطار والقصاصين والمزايدة وسانجلف بمركز الباجور في محافظة المنوفية. كمان افتتحت محافظة الأقصر معرض أهلاً مدارس أمام محطة قطار مدينة الأقصر لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار مخفضة تصل ل 30%، وده ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال موسم افتتاح المدارس. بيقام المعرض على مساحة 350 متر وبيضم مختلف المستلزمات المدرسية من شنط وأحذية وزي مدرسي لمختلف المدارس بالإضافة لكتب خارجية مخفضة.